الاخر بتقول تزوجت تحت ضغط كهنوتي وفشلت الزيجة. بسبب هذا الضغط ويرفضون الحضور الى المجلس الاكليريكي لوضع الامور في نصابها. فكيف مش عارف ايه يوم الاباء كان مع العلم ان قسيمة الزواج مزورة. السيركس كوتيلو كاتب نمرة التليفون بتوعهم واسم الزوج والزوجة. استدعيهم وافحص الامور كويس وشوف يعملوا. عايز اقول لك حاجة يا بنتي، من شروط الزواج المسيحي واعتقد في كل حتة ان يكون بموافقة لا يكون بضغط. اذا كان بضغط ممكن الطعن فيه يبقى سبب لبطلان الزواج مش للطلاق، سبب لبطلان الزواج وليس للطلاق اذا كان بضغط. بس الحاجة دي عايزة تحقيق يعني، واللي كان ضغط في الأول ورضا بعدين هي برضه الحكاية عايزة تحقيق. أما كون إن قسيمة الزواج مزورة فدي عايزة سؤالين: من الذي قام بالتزوير؟ وإيه نوعية التزوير اللي بتقصده؟ يعني زورت في ايه؟ يعني ايه النقط اللي زورت فيه؟ كل ده يتفحص بكل عقد وتاخدوا حقوقكم. اما كون انكم ممنوعين من المجلس الاكليريكي فما فيش منع. انا اديت الجواب هنا المجلس الاكليريكي العام: الذي يمنع من حضور المجلس الاكليريكي المحلي في اي ابروشية له ان يلجأ للمجلس الاكليريكي العام، واذا منع في المجلس الاكليريكي العام يلجأ اليه، وان شاء الله كل حاجة تم